ورجعنا بعد الفاصل ونكمل فقرتنا التانية ومع شعراء وكتاب مبدعين. نتعرف بالكاتبة الأولى وهي أمنية. ازيك يا أمنية؟ الحمد لله والله كويسة. منورانا النهاردة حضرتك. وإسراء متولي، عاملة إسراء شاعرة إسراء متولي. تمام الحمد لله بخير. والشاعرة كناريا عماد. ازيك يا كناريا؟ تمام الحمد لله. انتوا منوريني يعني، انتوا منوريني. وطبعا ننسى مش هننسى الترحيب بعبقرينو عمرو عبقرينو المبدع بتاعنا. ازيك يا عمرو؟ في البداية هنتكلم مع أمنية ككاتبة، ازاي فكرة الكتابة وصلت لك؟ يعني انت جبتي الهم الكتابة منين؟ انت هتختاري نوع معين او هتبقي كاتبة؟ لا هو انا مش على طول كده كاتبة. انا بدأت الاول تقريبا كنت بكتب، بس بكتب شعر. لكن شعر غنائي يعني، مش شعر اللي هو التأليف والتلحين وكلام. بدأت بقى من ستة ابتدائي مثلا. كتبت شعر شوية حلوين لحد مثلا اولى جامعة وانا بكتب برضو شعر، بس طبعا يعني كنت بسكت شوية واكتب شوية كده. فبعدين اولى جامعه بقى بدات دخلت في جرايد الكترونيه وبدات تنشر عليها وتعملي مقالات وكده، مقالات بقى وخواطر. فسبت الشعر بقى كده، ما لقيتش نفسي فيه، ما لقيت نفسي في المقالات شويه. فبعدين لما دخلت بقى اتعرفت على ناس كتير بقى كتاب في الجرايد اللي انا فيها وكده، وبعدين بدات اكتب روايه. كتبت روايه، اول روايه ليا كانت في 2018. انا عرض روايه على الشاشه دلوقتي البلازما ونشوفها. اول روايه لي كانت 2018، كانت اسمها فرحه. بس دي انا وريتها للدكاتره عندي بس في الجامعه وكده، ما طبعتش. لا صحابي والدكاتره بس في الجامعه. فهم قالوا لي كويسه ومش عارفه ايه، فبدات بقى اكتب الثانيه اللي هي اللي انا بكتبها دلوقتي. اللي هي دلوقتي هتنزل بقى في المعرض ان شاء الله في شهر 5. هنشوف الغلاف بتاعها دلوقتي هيتعرض لينا على الشاشه. كلمينا عنها عمال ما يتعرض، كلمينا عنها يعني ازاي جات لك الفكره بتاعتها. والله يا الفكره ناصيه حلم. ناصيه حلم. ناصيه حلم. البدايه مش يعني كانت هي ميكس، مش 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 حاجه ثابته يعني. هي في قصه حب وفي دراما فيها في الاول يعني جزئين. فبس ما هنرجع لها تاني. ناخد كده مع اسراء. اسراء ازاي بدات الشعر بالمعنى الصح؟ هو انا بداته من حوالي اولى اعدادي. بدات كان في مشكله وكده وكتبت عنها، وبدات بقى يعني حبيت الفكره، وفي ناس كتير دعمتني. وكان صحابي واهلي دعموني قوي يعني، وقالوا لي انت المجال اللي انت بدات فيه مجال كويس جدا. طريقه القائك مثلا عجبتهم؟ لا هو الاول ما كانش القاء، كان كتابه. كانت كتابه حلوه جدا والقافيه موزونه. بدات انا بقى عشان انا اشتغل في المجال يعني، انا حسنت من الالقاء بتاعي. ويعني وصلت للمستوى اللي انت حاليا فخوره بيه. الحمد لله. الحمد لله. كناريا كان 20,000. كناريا ازاي بدات كتابه الشعر؟ ازاي بدات الالقاء؟ ازاي قلتي انت عندك مثلا موهبه الالقاء؟ انا في الاول كنت بكتب. من ابتدائي بكتب، ما كانش حد يعرف نهائي. كنت بكتب كلام واحطه في كراسه وخلاص وخلاص تقفل عليه. من 4-5 شهور بدات اقرا كلامي والقيه. اول واحده سمعتني امي، وهي اكتر دعم ليا الحمد لله. وبدعمها هي وبابا خلوني اوصل لحاجه كويسه جدا جدا ان شاء الله عليكي. وباذن الله باذن الله يعني مشتغله على نفسي جدا جدا عشان في خلال سنتين اوصل لكل قلوب الناس. انت حاطه كمان تارجت قوي ان شاء الله توصلي تحققي باذن الله. الحمد لله في خلال 4 شهور وصلت لقلوب الناس يعني 20,000 وكده. ما شاء الله عليكي. ما شاء الله عليكي. بس هنرجع لك تاني بقى. تمام. اسراء يعني نسمع منك قصيدة كده. سمينا قصيدة ايه؟ زين برضو ولا؟ لا عن الشهيد ممكن؟ تفضلي طبعا. مات معاكي. هنتكلم عن بطل راح فدا للوطن وكان مكتوب له أحلى قدر وإنه هو مات شهيد. قلبه ده من حديد والشجاعة عنده شيء مش جديد، دي في دمه من زمان، عظم الله الشهيد بآية من القرآن. أم الشهيد بتقول ابني راح ومش جاي ليا، مات شباب وما سابش ذرية، بس ما تنسيش إن ليه جنازة عسكرية مكانه موجودة عند رب البرية. هيتجوز من بنات الحور، عنده بدل البيت قلعة بسور، ده شهيد يعني قبره من نور، مثال على مر العصور. حمزة الشهيد لسه التاريخ فيه بيعيد، ربنا يصبر قلب أم ضناها راح. النهارده ده مفتاح بيفتح باب جراح على أم الشهيد، النهارده ده بيعيد نفس اللي حصل من فترة.
يوم الشهيد هيفضل ذكرى مش تتنسي. ده مات علشان عيلتك مش تتأذي، ده مات علشان عيلتك مش تتأذي. ابنها اتفجر في كمين، عيلة زي أي عيلة قاعدين، دخل عليهم خبر وفاة ابنهم. أم تقول إزاي، ده فرح الشهر الجاي، أنا راضية بقضاك يا رب مستنية منك الصبر. مات في ده مصر، مات من أجل النصر، وأنا مستنية الصبر. لا بتاعتي في تكملة ليها ولا؟ لا هو هي قصيرة عشان صلاته قصيرة، فأنا حبيت إن أنا أقدم فيها جميلة دي. ده جميلة، لا جميلة يعني فيها معاني كتيرة رغم اللي هو المدة بتاعتها، بس فيها معاني كتيرة جدا. أبدعتي. حاسك متوترة برضه؟ لا يا جماعة فرفشوا كده، مفيش أي حاجة والله مستاهلة. كناريا، تسمعيني إيه يا كناريا؟ حزن على طول. اتفضلي كناريا، المايك معاك أهو، اتفضلي. تمام؟ جاهز عبقرينو؟ يلا بينا. يلا. بتيجي في بالي وافتح فوني، افتح فوني واجيب رقمك وارن عليك، ارن عليك تقول لي كل شيء انتهى. انا عارفه ان كل شيء انتهى، انا عارفه اني ما كنتش من الاول ليك. حيطان اوضتي اللي كانت شاهد على كل كلمه ما بينا هاين عليها تنطق، ما زي ما كانت شايفه كلامي بلهفتي دلوقتي شاهد على دموع عيني. يا والله دموع عيني، انا كنت جنبك لما هي بعدت عنك، انا كنت امك لما كنت محتاج دعوه ليك، انا كنت ابوك لما كنت محتاج سند يقويك، انا كنت صاحبك وقت هزارك، انا كنت حبيبتك لما الكل خذلك. عرفت غيري غيري كان احن مني، بتمسك في ايديها وبتتمشى، بتنزل تخرج وفرحان بيها، بتبصلك بشوق وهي بين ايدك بتحكي لها عن يومك، تهتم بكل حرف طالع من بقك، تسهر لك الليالي معدية صدفة ولقيت ايده في ايديها، وقفت زي الجبل وجوايا رعشة في قلبي مع دموع في عيني، جسمي اصبح تلج في جو نار، معدية صدفة وكانت عيوني بايشة من كتر الدموع، وبصيت في عيني وابتسامة بسيطة، وكملت طريقي اللي كنا ماشيين فيه سوا من حوالي شهرين. طب فاكر اول يوم بينا لما قلت لي كل الناس خذلتني فما تبعديش، فاكر ساعتها قلت لك ايه، فاكر عيوني ما كانتش بتغمض غير لما تطمن عليك قبل ما تنام، كنت تطمني يوم وعشرة، كنت تخلص يومك تقعد شوية على فونك، تخلص لحد ما تتعب تقوم تحط راسك على المخدة وتنام. ما كنتش عايزة كلام قد ما كنت عايزة اطمن عليك، كنت عارفة ان موضع هي مش في حياته، بس كنت راضية وساكتة لأني كنت بعشق روحه. اليوم اللي كان معايا فيه كان بينسيني العشرة اللي بيخطط فيهم مع ناس تانية لعلاقات جديدة، وأنا الهامش اللي ضامن وجودها في حياته. عاوز أقولك ياللي ماسكة في إيده، أنا كنت ضحية لما كان متساب من واحدة حبها قبلي وقبلك، أخدته وقويته وأول ما ندس عليها أنا، عايز أقولك طلعني سابع سبب حبه ونزلني بطلوع روحي سقفة ليكي لأنك أنت اللي فزت بيه، وأنا دلوقتي قاعدة بلم في أوجاعك بس وحياتي اللي خلقني وخلقك، لمشي وأسيب إيدك بكل أسوأ برود. لا أبدعتي يا كناري، أحسنتي وأبدعتي. ابتداء كتاباتك صح؟ كتاباتي ده من كتاباتك؟ أه. ده الكلام ما شاء الله، بتختاري الكلام إزاي بقى؟ ده وحي خيالي كده. وحي خيالي فيك مرة واحدة. أه. لا جميل ما شاء الله، أحسنتي. نرجع للكاتبة، جميلة. أمنية، إزاي واجهتي انتقادات كتاباتك؟ أكيد يعني في أي كتابة بتواجه انتقادات فيها، او بلاش انتقادات، اكيد بتواجهي برضو في نفس الموضوع سرقة لبعض كتاباتك، حصل لك قبل كده موقف؟ هو اكيد في كل، لو حاجة كويسة اكيد هيبقى فيها انتقادات، لو مش كويسة محدش هي أكيد. فانا اول ما نزلت نصية حلم بعتها لكذا دكتور وكذا حد يعني
علشان يرجعها لي ويشوف لو في حاجه. في حد قال لي فعلا ان هي محتاجه شويه حاجات، طبعا انا اخدت بالكلام وعملت بيه اكيد، وده ما اثرش فيا خالص، بالعكس بل انا فرحت بيه، لان هو يعني طالما اداني انتقاد ايجابي. يعني انا بحب كمان ان الانسان يديني كده ويديني انتقادات، بحس ان انا اظبطها ويكون ان الشغل مظبوط ويكون الشغل كويس. بس لانما حكايه السرقه بقى دي لا، ما حصلتليش قبل كده الصراحه. اكيد هتواجهي المواضيع دي، مش عارفه او ممكن تحصل لك مش واخده بالك، مش عارفه. هل واجهتي تشجيع من اهلك؟ الحمد لله اهلي بيشجعوني، وكمان الفتره دي زايد شويه التشجيع. في البدايه بقى ما كانش حد واخد باله كده، وكان عادي بقى وبتاع وكله بيكتب ومش عارف ايه، بس دلوقتي بقى لا الحمد لله، يعني مامتي واقفه معايا وفي ظهري، وبابايا برده ربنا يبارك فيهم يعني ويخليهم لي، واقفين معايا وفي ظهري برده ومش سايبيني يعني دايما يا رب ان شاء الله. يعني امنيه اسراء، ناويه تسمعينا قصيده ايه بقى؟ عن فيروس كورونا. فيروس كورونا، لا الموضوع كبير. نسمع بقى، اتفضلي. احنا في اخر الزمن، كم واحد بسبب فيروس دفع الثمن، كم حالة اتصابت ما سابتش مواطن ولا حتى ظابط، خد كله في الطريق، خد كله في الطريق حتى ولاد الاكابر، فيروس مسافر من دولة لدولة وكأنه عامل جولة، خد ايطاليا واسبانيا وكمان الكويت، حطوا قانون وقالوا محدش يطلع من البيت، لكن مين هيسمع؟ مين هيسمع؟ ان 10 قعدوا الباقي هيطلع. في شهر واحد حصل تغيير، في شهر واحد بقى مصير كل واحد لفسحه، كل يوم في مكان بقى ما بين اربع حيطان، سجن على الحر والمسجون. انا مش بلوم بس على مر العصور، شفت كده ولا ده غضب من ربنا؟ صلف الجوامع وقالوا مفيش حجر صحي علشان ما تتعديش لبيت ربنا، وقالوا ممنوع، واللي في غربه مفيش رجوع. الحال اتغير 180 درجه وما ينفعش عليه اي معارضه، ما ينفعش عليه اي معارضه. قبل ما نروح لكناريا، امنيه، وجهي كلمة للناس اللي واقفين جنبك، وجهي كلمة للناس اللي شجعوكي انك تكملي كتابة. والله انا بشكرهم جدا، هو يعني من غيرهم ما كنتش هوصل اصلا اللي انا فيه يعني، الحمد لله. وربنا يديهم يعني في حياتنا، وخصوصا مامتي يعني والدتي، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي، وبابايا برضو ربنا يكرمه يا رب ويخليه لك رب. يا رب مين رب يعني. اسراء، وجهي كلمه للناس اللي في جنبك شجعوكي، وقفوا انهم يشجعوكي ويزقوك على حلمك. بجد كل الشكر ليهم طبعا، لان صحابي وقفوا جنبي قد ما في ناس وقفت، قد ما برضو ما في ناس اعترضت عن الفكره. واهلي برضو كل الدعم لكل اي حد قال لي اي كلمه حلوه فيهم، اي كومنت حلو اتبعت لي، كل الشكر ليهم طبعا. اكيد طبعا. كناريا، رجعنا لك تاني، وجهي كلمه شكر وبعد كده نختم بقصيدة منك. وجهي كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك، ساعدوكي، شجعوكي، دعموكي. بشكرهم جدا جدا جدا، لأنهم هم أول سبب يعني خليني أظهر للناس بالشكل دوت، وبشكرهم جدا، بشكر ماما وبابا جدا جدا، وبشكر كل من ساهم في الطريق بتاعي حتى لو بقد كده. جميل، معاك المايك أهو، هتسمعنا القصيدة عن إيه؟ حزن، قصة بهتان، اسمعي كده. اتفضلي. تمام. طفلة طفلة بريئة ماسكة ألمها ونازلة من بيتها، شايلة كشكولها وماشية في طريقها بابتسامة صافية كلها أمل بلمعة عيون جميلة. الطفلة كبرت في وقت صغير وبقت في عمر ما يسمى بزهرة شبابها. أنا نزلت وماسكة قلمي ونازلة من بيتنا، بس مش شايلة كشكولي بتاع زمان، شايلة وجعي وماشية في طريقي، كل شارع من شوارع السويس يحكي بوجعي يحكي بوجعي. نزلت من بيتنا ماسكة قلمي وبلمي في أوجاعي وبحضن حزني، وبنزل للناس، الناس حواليا مستغربين حالي، حالي اللي كان زمان كله فرح وكلام، حالي دلوقتي أصبح السكوت والبهتان، قلبي اللي بقى مر، شكلي اللي عجز في سنه صغير، حتى ملامحي
حتى ملامحي ملامح بنت ميتة ومكسورة من اللي شفته في حياتي في وقت صغير خلاني اقفل باب اوضتي وابعد عن الواقع وألمه وسط اوضه ضلمه بين اربع حيطان يحلفوا ويشهدوا على دموع عيني لو فيهم نطقوا. دخل ابويا يقول لي تحت عينك اسود من السهر ما يعرفش ان السواد اللي تحت عينيا يحكي قصص خذلان ووجع. دخلت امي وهي كلها استغراب تقول لي حالك مان فين كلامك فين دوشتك فين ضحكتك سمعاها ونازله قمت نازله من بيتنا. قابلت اصحابي بسلم وانا بحاول اداري نظرات عيني منهم عشان محدش يبصلي بشفقه لكن ملامحي سبقت كلامي. احكيلك يا امي عن كم قلب شفته انكسر وانا منهم احكيلك يا امي عن كم قلب بنتك الطيب اللي مش نافع وسط الخلق. طب تعالى يا صاحبي تعالى يا صاحبي احكيلك كم واحد باعني وباعك طب كم ضربه في ظهري ولسه لحد دلوقتي بان. طب بلاش كل ده احكيلك كم مره نمت فيها معيطه ولا تحب احكي لكم كم مره مشيت في طريقي تايهه وملامحي بتحكي للناس باوجاعي باوجاعي. كل واحد فيكم بسم الله ما شاء الله موهبه كبيره جدا داخله في مستقبل كبير ليهم. يعني شايف لكم كل واحد فيكم مستقبل جميل جدا. امنيه اسراء كناريا بشكرك جدا على تواجد يعني انكم موجودين معايا النهارده وانا سعيد بوجودكم وسعيد بوجود برضو احمد ومحمد واسراء برضو. ده كانت نهايه فقرتنا وحلقتنا في ختام حلقتنا بشكر ضيوفي الجمال. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامجكم بين الكلمات.